السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاف حول قطعة أرض ينتهي بجريمة قتل بحي بن علي بوادي الماء بباتنا الجاني. وحسب المعلومات المتوفرة في الثلاثينيات من العمر وهو ابن أخ الضحية، الله يرحمه يا رب العالمين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.